اسمه الحقيقي رمضان عبد الرحيم منصور، مواليد سنة 1980 من مدينة ديروت في صعيد مصر. وفي يوم قرر باباه انهم يعيشوا في القاهرة، وحسب ما حكى رمضان انه كان متعود يشتغل من وهو صغير في كافتريات السكة الحديد، ولحظه وقع تحت ايد بلطجي اسمه عبد التوربيني اللي لعب دور كبير قوي في انه يخلق وحش من رمضان. عبده كان متعود يسرق الفلوس من الاطفال اللي بتشتغل هناك، ولاحظ ان رمضان بيرفض يديله فلوسه فقرر انه لازم يكسره ويخليه تحت رحمته، وخده وقتها فوق قطر التوربيني واغتصبه بطريقة وحشية جدا ورماه من فوق القطر. وقع رمضان وهو عنده اصابات كتير قوي، من ضمنها اصابة فضلت ملازماته لحياته، وده كان كافي قوي سبب له اضطرابات نفسية. كبر رمضان وقرر انه ينتقم من كل الاطفال اللي كان حاسس انهم احسن منه، فعمل عصابة وبقى زعيمها وسمى نفسه التوربيني على اسم عبد التوربيني.